تفضلي دكتور. شكرا. ما ادري وجهك مو غريب علي، كني اعرفك. انا الدكتور يعقوب سليمان، تذكرين هالاسم؟ الله يا الدنيا، دكتور يعقوب سليمان. والله الدنيا صغيرة، ها مصادفات غريبة. عيل انت جار اللي اسمع عنه طول هالمدة؟ انت ابو ميس؟ نعم جاركم دكتورة، بس صدقيني الدنيا ما فيها مصادفات. لا شو ما فيها مصادفات، انت قابل الآن وتكون جاري وساكن يمي وتقول لي ما فيها مصادفات؟ نعم ما فيها مصادفات. ظهر وراك حكاية يا دكتور. حكايتي طويلة وما أدري منين أبتدي. خلنا نبتدي من الأخير، الحكاية اللي جابتني هني، حكاية بنتك ميس ورؤيتها للأشباح. وأنا أعتقد يعني مستحيل أنت بكل عقلانيتك ومنهجيتك اللي أنا أعرفها تصدق مثل هذا الشيء. وهذا هو أساس كل المواضيع، والشيء هذا اللي خلاني أصير جارج. ممكن توضح لي أكثر؟ أنت جيت تسكن يمي عن قصد، ليش؟ أكيد عن قصد، جيت أدور عليك وأقرب منك. ليش؟ أول شيء مديلك أنا بالاعتذار. عن شنو ولا شنو ولا شنو يا دكتور؟ عن كل اللي راح. آسف على الاتهامات اللي اتهمتك إياها، آسف على الكلام اللي قلته بالجامعة وأوساط الأكاديمية بخصوص أساليبك العلاجية، آسف على التهجم الشخصي يوم تأخذين واحد من مرضاي قدرت تعالجينه وأنا ما قدرت، آسف على الشكاوي اللي قدمتها عليك بالجامعة بجمعية علماء النفس. أفهم من هذا أنك تؤمن بأساليبي وما عاد تعتبرها نوع من الدجل العلمي مثل ما كنت تسميها زمان؟ وما زلت أعتبرها نوع من الدجل. أنا آسف دكتورة. طيب ليش تعتذر؟ لا أبداً، إذا كانت هذه مبادئك وما زال هذا إيمانك ما تغير فلا تعتذر. لأني احتجت الدجل هذا. لا تستغربين دكتورة، أنت تعرفين أن بعض الأطباء لا يئسوا من العلاج الطبي يلجؤون للأطباء الشعبيين مع أنهم يعتبرونهم نصابين. إي أعرف، أعرف هذا تماماً. وبعدين الثقافة ما لها علاقة بالاعتقاد، حتى الاعتقاد بالخرافة. وفي بعض المفكرين والمثقفين إذا حاشتهم حالة من اليأس يلجؤون إلى الدجالين. صحيح صحيح، في كبار المفكرين المثقفين يروحون عقارين الكف والفنجان. كلامك صحيح، بس الله يسامحك عاد، الله يسامحك يا دكتور يعقوب، خليتني وسويتني مثل هذول. أنا عندي شهادة معترف فيها عالمياً، في علم معترف فيه عالمياً. أدري يا دكتورة، وأدري أنك ما اتبعت الطرق المنهجية اللي تعلمتيها، لكن اخترعت طرق علاج من عندك وما حد اعترف فيها غيرك. إنزين إيش رأيك تتركنا من النظريات وتخلينا في الحقائق والسبب الحقيقي اللي خلاك تيجي تسكن يمي؟